ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو جديد النهارده، وفيديو النهارده حاجه حلوه وفي قلبي كده 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 كده. النهارده الفيديو انا شهادتي فيه يعني حرفيا جارحه. النهارده نتكلم عن زيت المية 8 عشبه اللي بالشكل اللي انا بهدلته وبقيت شكلها كده من كتر ما انا ما بستعملها. تمام، دي شكله، انا هحط لكم برده شكله لان يعني تقريبا من كتر ما انا مخليها كده شكله بقى مش مفهوم ومش معروف. انا هسيب لكم صورته قبل ما انا ما بهدل الازازه بالشكل ده. تمام، فعلا انا شفت فيه جرحه. الزيت دوت من دكتور عربي، فتعالوا النهارده هقول لكم بيعمل ايه. بس انا هقول اي حد فتله شعره ضعيفه وهل كانوا فيها تقصف، عايزه تقوي شعراي، فقدتي الامل، يطلع لك بيبي هير، او ان انت توقفي التساقط، وهو الفيديو ده ليكي. تمام، فبس يكون عندك صبر. يكون عندك ايه؟ عندك صبر. يعني اتقالي كده هتاخدي حاجه نظيفه. نبتدي مع بعض الفيديو النهارده ان شاء الله. فلايك الفيديو النهارده وسبسكرايب لو انت مش متابعاني، وتابعيني كمان على الفيسبوك فولو ليا. فيلا نبتدي على طول ومش هرغي كتير، خليكم معايا. نبدا بسم الله في فيديو النهارده، وسموا كده وصلوا ايه على النبي معايا. تمام، فيديو النهارده يعني انا مش عارفه اقول لكم، هو كل حاجه وكل مشاكل الشعر بتتلخص في الازازه دي. اللي اسمه انديان 108 عشبه. تمام، ده من شركه دكتور عربي. تمام، الراجل ده بصراحه حاجته فظيعه، يعني بجد لا غبار عليها خالص. وكل البرودكت اللي موجوده هنا كده بجد 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 الفعاليه حلوه جدا. الازازه طبعا انا بهدلتها، ويعني شايفين المنظر اللي انا بهدلتها، يعني ببدلش حاجتي يعني، بس هو ايه بحاول افتح لكم كده ايه عشان اوريكم ان فاضل فيهم حبه، هم دول الحبه اللي فاضلين تحت كده. طبعا دي بقى لها معايا شهور قاعده معايا الازازه ديت اهي. وهو كمان الصيف جه فبقى خفيف. الاول كان تقيل تقيل اكنك فازلين، فمنظر دوت لان انا روحت مره اتفازلكت وحطيتها زي ما هي كده مش حابه في الميكرويف، فطلعت لي الازازه بالشكل دوت. بس طبعا لما الصيف جه ايه يعني هو في تكتل بسيط تحت كده، اما هو ابتدى شويه يفك من الجو الحر اليومين دول. نخش بقى في الموضوع. الناس اللي عندها تساقط شعر سواء رجالة او ستات، الزيت ده على فكرة مناسب ليكوه جدا. تمام، والاطفال مناسب ليها جدا جدا جدا. الاعشاب بتاعته او الزيوت بتاعته كلها متجابة من الهند ومن اندونيسيا. تمام، ده اللي انا قريته عنه، وقريت عنه كتير قوي. بيعالج كمان الشيب المبكر، بيعمل نعومة في الشعر، بيعمل كثافة للشعر، بيعالج التسلع الوراثي، بيطلع بيبي هير، ودي حاجة مهمة جدا جدا لبداية اي حاجة. يعني انتي صلحتي فروة راسك، يعني هيبتدي ان هو يطلع لك شعر. وكمان بيعالج التقصف اللي بيكون موجود في الشعراية، ومع الوقت هيخلي الشعراية نفسها متينة. تمام تمام، انا بستخدمه ازاي؟ بستخدمه مره او مرتين في الاسبوع، بنسيبه على الاقل ساعه، على الاقل ساعه. كل ما تطلعي بقى من ساعتين لاربع ساعات تبقي انت كده كويسه جدا، يعني انت كده بتحبي شعرك وفعلا عايزه تاخدي افكت حلو. واسمعوا كلامي ووقفوا على التركات اللي انا بقول لكم عليها. تمام، انا بستخدمه ازاي؟ انا بدفي حبه الزيت شويه، طبعا انا حاطه هنا يعني حبه دول من قبل كده. تمام، بس مش كل دول طبعا، يعني انا بستخدم اللي هي الزياته بتاعت الشعر ديت عشان فيها فراغات، عشان انا لما بدلق بينزل جوه الشعرايه نفسها، ففاهمين بقى انا ايه بتتوغل كده جوه الشعرايه. انا حرفيا كان ابتدى الطرحه مع الكبر، مع حمل، مع رضا، مع كله، شعرك ابتدى ان هو ايه يقع. فطبيعي ان انت لازم ترمميه من وقت للتاني مع السن، مع كل حاجه من الحاجات ديت. تمام، فانا بستخدم دي، وكمان بستخدم قبل ده كله، يعني انا خلاص دفيت الزيت وحطيته هنا عشان هستعمل ده. تمام، انا عندي ديرما رولر ديت بستخدمها، انا بقيت مخليها لشعري بس مش بستخدمها لبشرتي. كنت اول ما جبتها كنت جايبها بشرتي يعني، فانا بس لازم يعني ايه تنضفيها بكحول. بتبتدي ان انت تمشي الحته ديت وبعدين تحطي الزيت. تمام، وتعملي اكيد لازم تعملي تدليك، لو والتدليك يكون من هنا كده من حته طريه من عند صبعك، تعملي كده وتبتدي تحطي الزيت، تعملي هنا وتحطي الزيت. تمام، 5 مرات في كل مكان، وتبتدي ايه ان انت تعملي. لو خلصتي بقى وعملتي شعرك
كل حاجة حلوة فيه كده وظبطتيه. في فرشة لمساج الشعر دي انا قلتها لكم كتير قوي، مش عارفة هي جنبي دلوقتي ولا لا، هوريها لكم. بصوا دي انا ما بستغناش عنها خالص خالص، دي انا بستخدمها تقريبا يوميا، وبفضل ان انا اعمل مساج لشعري كده اهوت، لان ده كمان ده سيليكون، فبيكون بيخلي الشعراية وفروة شعري يعني تستفاد باكتر قدر ممكن من الزيت. وكمان لو انا مش عاملة زيت يوميا كده، لو عملت كده انا بجري الدورة الدموية بتاعت شعري، فدي حاجة انت كده بتعالجي شعرك كويس جدا. تمام، بسيبه زي ما قلت لكم كده ساعة ساعتين، وبعدين اخد الشاور بتاعي. تعالوا اقرا لكم اكتر عنه عشان ما بقاش سبت حاجه قد كده انا ما قلتلها لكوش عليها. يعني من ضمن فوائده ان انا زي ما قلت لكم هو بيعالج التساقط بشعر، التساقط الشعر بشكل نهائي، لان هو كمان بيقوي سمك الشعره وبيتقلها كويس جدا، وبيعالج الشيب وكويس جدا للرجاله والستات. تمام، بيعالج التشققات، في ساعات بيبقى في اخر كل شعرايه كده لما بيجي تقصف بتلاقوا الشعرايه مجنحه كده، مع الاستمراريه دي كل ده برضو هيروح. يعني بيعمل لمعه بقى، لمعه بقى، لمعه دي بتكون في حته تانيه خالص. تمام، طب هو بيناسب الاطفال ولا ايه؟ ولا بيناسب الاطفال من اول ايه؟ بيناسب الاطفال من اول 5 سنين. انا مش بفتي هما يعني اللي هو عامل الزيت دوت وعامل تركيبته قايل ان الزيت بيناسب الاطفال من اول سن 5 سنين. تمام، الزيت اسمه انديا 108 عشبة. تمام، دي من مجموعة دكتور عربي، طبعا بيكثف الشعر، بيطول الشعر، بيخلي الشعر فيه لمعة كمان حلوة جدا. لو كمان عندك هيشان، عندك تقصف في شعرك، الشعر بيكون مشبك وما صعب شوية في تسليكه، حلو قوي برضو نفس الحكاية. فبيمنع التساقط وبيقوي الجذور كويس جدا، كمان بيزود كثافة وطول الشعر. بس انا هسيب لكم صورته عشان انا عارفه ان انا صورته قدامكم مش احسن حاجه بعد ما خليتها بالمنظر دوت، بس انا هوري لكم صورته. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون وصلت لكم وقلت لكم الطريقه الصح وبسرعه عشان ما بقاش طولكم عليكم، يعني عشان في ناس والله بتتضايق، يعني عارفين مش ببقى مطوله في الفيديوهات. تمام، فبس انا قلت لكم سريعا ازاي نستعمله، سريعا الناسب الاطفال ولا لا، وبس كده. فيا رب تكونوا استفدتوا، لايك الفيديو النهارده ودعوه حلوه كده ليا يا رب بظهر الغيب، ولكم بالمثل ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، دمتم دايما حلوين، ومع السلامه.